اغتيالات وصراعات دولية، مؤامرات وتحالفات، ما أن تتشكل حتى تفرقها المصالح التي اختلطت على الناس استيعابها. إرهاب في مصر، وطن مدمر في سوريا، صراعات وميليشيات في ليبيا، وأزمات سياسية هي أفضل أحوال العراق الذي ذاق الأمرين تحت الاحتلال والطائفية والقتل على الهوية، وانقسام في اليمن، وقصف لا يتوقف. أعداء اليوم صاروا أصدقاء، والأشقاء تتلوث أيديهم بدماء يتعذر على البعض تمييزها لمن تكون. قوى إقليمية تبحث لها عن دور، وأطماع يحركها الخوف على العروش والمناصب والمال، وحروب تسببها الثروات والموارد الطبيعية التي يفترض أنها من نعم الله على سكان تلك المساحة من الأرض. هذا هو واقع المنطقة التي توزعت أدوارها بين متآمرين وضحايا وقتل بالوكالة، وأوطان تبحث عن العودة إلى استقرارها الذي كان، وأزمات اقتصادية تهدد المستقبل. لكن الأخطر أن الخريطة التي نراها الآن للإقليم باتت مهددة أكثر مما مضى بالتمزق والانشطار. وفي وسط هذا كله يقف المواطن العربي عاجزا عن الفهم، كأنه صار رفاهية بعيدة. من يحارب من؟ ومن يتحالف مع من ضد من؟ وما هو مصير العلاقات البينية بين من يفترض أنهم أشقاء؟ ومن المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه؟ ولماذا يتقاتل الحكام فيما بينهم بقتل الشعوب بأقذر الأسلحة وأسوأها، وهو دعم وتمويل الإرهاب؟ وإلى متى يظل الواقع بهذا السوء؟ فهل يحصل المواطن العربي على إجابات تكفيه ولو لبعض الوقت ليفهم ما يدور حوله؟ أسئلة كثيرة وردت في التقرير، وأسئلة أكثر هتكون معنا النهاردة، لأن احنا محتاجين فعلا إجابة على كم هائل من الأسئلة، خاصة بعد الأحداث ما تصاعدت خلال الكم يوم الماضي. علشان كده كانت حلقة اليوم اللي بيشرفني فيها وزير خارجية مصر السابق سعادة السفير نبيل فهمي. أهلا بحضرتك، بشكرك على تشريفك لينا النهاردة. الله يحفظك، شكرا. حضرتك قلت في المنتدى الاستراتيجي العربي ان العرب في مفترق طرق، وان امنهم مرهون بامن واستقرار الدول الكبرى وحسن اداره العلاقات فيما بينهما، خاصه مصر والسعوديه. شرح. اذا نظرنا للعالم العربي ستجد انه الدول العربيه الكبرى الرئيسيه كلها في الاعوام الماضيه يا اما اهتزت او بنشهد فيها تحول جذري. مصر ثورتين في 3 سنوات من 2011، سوريا منهارة، العراق عارفين اللي حصل فيها قبل هذا ومستمر. حتى السعودية فيها التغيير في الأجيال داخل القيادة السعودية. دي كانت الدول الرئيسية. ظهرت الدول أو نشط الدول أصغر، عربية أصغر، إنما بعضها نشط إيجابيا وبعضها نشط سلبيا في ظل هذا. حضرتك وصفتها بانها دول صغيره الحجم لكنها سريعه الحركه. سريعه الحركه وبعضها ايجابي. نعم. مش كل الحركه سلبيه، بمعنى في حركه ايجابيه وفي حركه سلبيه. نعم. انما مع هذا الفراغ الضخم، مين اللي دخل في الشرق الاوسط او في العالم العربي بـ 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 بقوه شديده؟ الدول غير العربيه الشرق الاوسطيه، تركيا، اسرائيل، وايران. ايران. فانت عندك هزه في العالم العربي، وتدخل من خارج العالم العربي، ثم اعتماد مبالغ فيه من قبل العالم العربي لسنين طويلة على الغير. فمع هذه الهزة بقت أجندات العربية كلها أو أجندات الدولية بتطغى على أجندة العربية. في سوريا اجتماعات تتم حول الوضع في سوريا دون مشاركة أي طرف عربي. نعم. آخرهم روسيا وتركيا وإيران، وقبل ذلك كانت روسيا وأمريكا وإيران وتركيا، رغم أنهم بيبحثوا في شأن عربي. عربي. فعلى العرب استعادة قرارهم السياسي أولا، والاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر، والتعاون الإقليمي العربي كذلك، مع استمرار التعاون مع الأصدقاء من غير العرب. إنما التوازن يجب أن يعيد
حضرتك قلت بتناشد العرب انهم يعملوا ده، يبقى اكيد بتناشد الدول الكبرى المؤثرة والعواصم الكبرى زي القاهرة والرياض. بس اذا بصيت للقاهرة والرياض هتلاقي بينهم جفوة دبلوماسية، هتلاقي بينهم اختلاف وجهات نظر فيما يتعلق مثلا بسوريا. كلامك سليم. سبب في هذا ايه؟ حجم التغيير الذي حصل في مصر والتغيير الجاري في السعودية. قيادات جديدة لم تشهد او لم تكن طرف اساسي في علاقات تاريخية قديمة بين دولتين، والدولتين بيواجهوا مشاكل اقليمية عديدة. عندنا مشاكل في ليبيا، عندنا بص للسودان واثيوبيا الى اخره، وايضا في السعودية في القلق من ايران، في الوضع اللي موجود في اليمن، في المشكلة اللي موجودة في سوريا. اذا في تحديات كثيرة في الجانبين. المطلوب اولا يجب ان نكون واضحين، العلاقة بين الدول العربية الرئيسية يجب الا تكون علاقة تعاقدية، هي علاقة هوية وعلاقة سياسية. علاقة تعاقدية اي علاقات مبنية على المصالح الاقتصادية؟ لا، يعني ما هياش هذا مقابل هذا. هي علاقة هوية، علاقة استراتيجية وفيها مصالح. لا نستطيع ابدا ان نتجاهل انه في النهاية المصالح، في المصالح، انما الاساس فيها انه الامن القومي العربي بما في ذلك الامن القومي المصري والامن القومي السعودي مرتبط ببعضهم على المدى الطويل. قد نختلف او نتفق في جزئيات، انما العلاقه دائما هي علاقه طويله الامد. اذا نظرنا الى الماضي، حصلت في مرات عديده اختلافات في الرؤى بيننا وبين السعوديه او بيننا وبين سوريا او بيننا وبين طرف عربي اخر، انما على المدى الطويل الايجابيات في العلاقه اكثر بكثير جدا من السلبيات. المشكله انه في تغيير حقيقي في الساحه الاقليميه في الخليج وفي الساحه الاقليميه لدينا في شمال افريقيا، في تغيير في القيادات، وعلينا نكثف الحوارات المباشره بين القيادتين حتى يتم اداره الاختلافات اداره حسنه، لانه عدم يعني السعودية مختلفة عن مصر على ايه؟ استراتيجيا ليس كثيرا، انما زي انت اشرت مثلا لسوريا بدون شك التركيز السعودي في سوريا كان الحفاظ على الدولة السورية. ده وجهة نظر مصر وايضا السعودية. عشان تعرف السعودية لا تريد بقاء حكم بشار. ما انا هقول لك استراتيجيا الهدف واحد، اختلاف في التكتيك والاولوية. نتيجة الارتباط النظام في سوريا مع ايران، فاذا في اهتمام سعودي ب يعني تغيير النظام السوري ارتباطا بعلاقه هذا النظام بالوضع الايراني، مع التزام سعودي بالدوله السوريه. نحن ملتزمين بالدوله السوريه والمؤسسات العربيه عامه وفي سوريا ايضا. اذا استراتيجيا ما فيش اختلاف، انما في اختلاف في اولويات الحركه التكتيكيه. في الماضي الاختلافات دي كانت دايما معالجتها معالجه طبيعيه، ان القيادات كانت على اتصال دائم فيما بينها، في او كان في احترافيه ايضا في اداره الشان الدبلوماسي والخارجي. هذا ايضا، انما بالاضافه الى هذا التجربه المشتركه. يعني يا جماعه ما ننساش تحرير الكويت، مصر حاربت في تحرير الكويت. مفهوم. جيل الخلايجة اللي شاهدوا في تحرير الكويت عاصروا مصر في هذه المرحلة ولم ينسوها أبدا، ولذلك لغاية مرحلة قريبة لما حصلت الثورات في مصر كان هناك دعم خليجي وسعودي بالتحديد. لا ننكره سيادة السفير، بس أنا كمواطن مصري عندما أرى وفدا سعوديا رفيع المستوى على رأسه مستشار الملك سلمان بيزور أثيوبيا 3 أيام ومن ضمن بند الزيارة زيارة سد النهضة، ما ده بيبعت لي رسالة سيئة وسلبية. ما أناش كده قلت المشكلة جاية في إدارة الاختلافات، في اختلاف بيننا وبينهم على بعض التفاصيل الوضع في سوريا، إنما لا يجوز إطلاق إن هذا يترتب عليه تحرك طرف أو آخر فيما يمس مصالح الغير. وأنا لا أبالغ في قيمة وحجم الزيارة. هذه الزيارة وبعض الزيارات الأخرى، إنما هذه الزيارة تحديدا أولا جاءت في ظل
اهتمام عربي بإثيوبيا، وهذا اهتمام مشروع. يعني ما عنديش قلق من الاهتمام العربي بإثيوبيا، لأن مصر أساسا ليها علاقات مع إثيوبيا، وعملنا إعلان مبادئ بين إثيوبيا والسودان، إذا نسعى إلى حسن إدارة العلاقات. توقيت الزيارة غريب، إنما حقيقة المشكلة الزيارة أحد أعراض المشكلة، إنما ليست هي المشكلة. المشكلة نحتاج بناء مزيد من الثقة والتعامل المكثف المباشر بين القيادات العربية الجديدة فيما بينها للتعامل مع أوضاع عربية لن نشهدها من قبل، وتحديات على العالم العربي هويته لم تكن في الحسبان من 10 سنوات. التحدي كبير جدا. وخد أديك مثال بسيط جدا، في 5 قضايا عربية مشتعلة: ليبيا، غياب المسار الفلسطيني الإسرائيلي، سوريا، اليمن، والوضع إذا أردت الوضع مع إيران. ما فيش طرف عربي واحد بيقود الجهود السياسية في أي مجال من دول. هل ده معقول؟ فيش قيادة، كلها أطراف دولية خارجية، يا إما الأمم المتحدة، يا إما الأمريكان والروس، يا إما الروس وتركيا وإيران. ده شيء غريب جدا. الأمم المتحدة الثانية في اليمن ليه؟ لأن الغياب العربي ده خلق المشكلة. طب اسمح لي سيادة السفير، أنا كمواطن مصري خلال الشهر الماضي فقط زار أثيوبيا ملك المغرب، وأعلن عن إقامة مشروع كبير لإنتاج الأسمدة في أثيوبيا قيمته 3.7 مليار، ثم الوفد السعودي رفيع المستوى، ثم وزير خارجية قطر. يعني ما احنا أساسا في مشكلة مصرية أثيوبية تتعلق، هل ده ممكن تتعلق بصد النهضة؟ هل ده ممكن في الدبلوماسية حاجة اسمها الكيد السياسي؟ أنا قريت هذا المصطلح في الصحف. أنا الحقيقة أكيد هتلاقيه في الصحف، إنما أنا الحقيقة بركز أكتر على مشكلة عن عوارض المشكلة. عوارض المشكلة، أنت ترى كل ده أعراض؟ أعراض المشكلة طبعا. أعراض للمشكلة اللي هي إيه؟ أزمة في العلاقات المصرية العربية؟ لا، غياب التنسيق والتفاهم العربي العربي. الفهم الحقيقي على المستوى العربي مش بس مصر، لإيه هي المصالح الاستراتيجية لكل منا أولوياتنا. لابد أن نتحاور مع شمال أفريقيا فيما يخصها، ونتحاور المشرق معنا فيما يخصنا، وكذلك مع الخليج، مش بس لما يكون في أزمة، عشان يبقوا شايفين إحنا هنعمل إيه في المستقبل. لأن ياما قد يعني بطبيعة الحال أنا دولة اقتصادي مبني على عناصر معينة، اقتصاد الدول الخليجية مبني على موارد طبيعية في الأساس، ومع تطوير هذه الموارد إذا اهتماماتي الاقتصادية هتكون غيرهم. هنقعد نقول احنا مواقفنا متطابقة؟ لا، مواقفنا متكاملة مش متطابقة، انما عشان هو يبقى فاهم انا مصلحتي ايه وانا بقى فاهم مصلحته ايه، وهذا ينطبق ايضا في السياسة. يعني موضوع سوريا ادينا كمثال، الموقف مختلف، وحصل برضو حصل نقاش على موضوع اليمن، واخد بالك؟ بس السعودية مختلفة مع مصر في مسألة اليمن. السعودية تريد قوات مصرية، ومصر لن تتورط ثانية في اليمن. وكان من الطبيعي جدا، وكان يجب ان يكون هناك فهم حقيقي إن من الجانب السعودي، تمام، ان الموقف المصري المعلن المؤيد للعمليات السعوديه في اليمن هو موقف ايجابي وجاد، انما اشتراكنا بقوات بريه في اليمن شيء كان يعني مستحيل. فاذا هذا الفهم جاي من ايه؟ او سوء الفهم جاي من ايه؟ من اختلاف الرؤى دون تشاور مع قيادات جديده. كل واحد بيفترض امور غير قايمه. احنا كنا نفترض ان الموجود هناك كان موجود مش موجود، وهو كان بيفترض انه اللي موجود في مصر هيتصرف زي اللي قبليه، وده مش صحيح لان مصر اتغيرت والسعوديه اتغيرت. بس عايز اقول التغيير السعودي حصل بقاله عام، هل الاداره الجديده في السعوديه مش قادره تستوعب برضو الاختلاف مع مصر؟ مصر لا يمكن ان تتورط بقوات في اليمن. عشان اكون واضح معك، اولا الاختلاف ده حصل من تقريبا عام، منها انما دي مش المشكلة. التغيير اللي بيحصل في مصر تغيير جوهري، التغيير اللي بيحصل في السعودية تغيير جوهري. القضايا الدون الإقليمية، الجيران في الخليج تجاه السعودية والجيران لدينا تجاه مصر قضايا حساسة وضخمة، من الطبيعي ان انا هحدد اساليب جديدة للتعامل معها. كل طرف منهم لسه ما استوعبش تصرف الاخر مع
مشاكله واولوياتها. انما مره ثانيه انا واثق تماما على المستوى الاستراتيجي، ان واثق تماما مطمئن للعلاقات المصريه السعوديه رغم كل ما يحدث على مستوى استراتيجي، على استراتيجي رغم كل ما يحدث. نعم، ليه؟ لانه لا اختلاف بيننا في غربتنا، لا اختلاف بيننا حجم الثوابت والمشتركات، وعلى المدى الطويل المشاكل دي اذا قدرناها بشكل جيد هنخطاها سريعا. انما اذا وقفنا وعلنا انه لا اختلاف بيننا، لا في اختلاف، في اختلاف، انما كل حاجه ما فيش اختلاف، لا في اختلاف. ليه؟ عشان كل منا بيتغير، وكل واحد شاعر ان التاني هو الغلطان، وانا كمصري طبيعي ان بنظر ان الطرف الاخر مخطئ اكتر من الطرف المصري. انما المشكله حقيقيه، في تغيير جوهري حصل في مصر وتغيير جوهري حصل في السعوديه، وما كانش بعرف كفايه. هل تعتقد ان هناك صراحه بتحدث في اللقاءات الثنائيه بين البلدين، بين القيادات؟ اللقاءات مش يعني بين وزير خارجيه البلدين، بين رئيسين الوزراء او الملك يجب نكثف الاتصالات. يجب نكثف الاتصالات، نكثف اكثر واكثر. طبعا بطبيعه الحال، وليس دائما عندما تكون هناك قضيه عايزين نعالجها. نعم، التحاور المستمر عشان افهم الطرف الاخر وهو يفهمني، مش ضروري ورا كل 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 لقاء ازمه او طلب. انما مهم ان انا ابقى عارف ان والله السعوديين عندهم حساسيه من ايران لدرجه معينه، قد اكون مختلف معهم فيها، وفي بعض دول خليجيه مختلف معهم فيها، انما انا ابقى مقدرها. اديني حضرتك تفسير، وحضرتك شغلت منصب وزير خارجيه مصر، كل دول الخليج لها علاقات مع ايران، مصر لماذا هذا الملف ظل مغلقا حتى الان؟ يعني وانت لا يمكن، وانت دوله محوريه زي مصر لا تكون لك علاقه مع دوله محوريه زي ايران. اولا هو ظل مغلقا مصريا وليس سعوديا، بضغط خليجي حتى نتحدث بصراحه. لا لا، اذا قرار السعوديه هتزعل يعني، اكيد هتزعل. اكيد هتزعل، انما قرار لم يكن بضغط خليجي، لكن قرار مصري بحسابات مصريه، جزء من حسابات انه الدول الخليجيه لن ترتاح لهذا، رغم انها جميعا تقيم علاقات علاقات. ف انا من مؤيدي مش الحوار المصري الايراني، السعودي الايراني. شو بقى؟ انما عشان امهد لهذا محتاج ان يبقى في اجراءات بناء ثقه من الجانب الايراني في قضايا محدده تقلق الجانب السعودي، حتى يكون الحوار حوار مش بمعنى مثمر سريعا، انما على الاقل يكون حوار بناء وصريح وفي موضوعي. اذا من الطبيعي انه مؤيد اصل ايضا الحوار المصري الايراني، اذا كنت بايد الحوار الايراني السعودي، ومؤيد ايضا حوار مصري تركي برضه بشرط ان يكون هناك اجراءات بناء ثقه من الجانب التركي. وللاسف ولا الحوار ده الاول او الثاني هيتم امد قصير، امد قصير، انما حوارات مطلوبه، بس الحوار مش هدف، الحوار وسيله. اذا انا مطلوب من كل من دول اجراءات معينه عشان يبقى الحوار ايجابي. بس عفوا، يعني هل اذا كنت بصف زيارة الوفد السعودي بأنه تصرف هواة في الدبلوماسية السعودية لا ينبغي أن يكون، ما يمكن لمصر أيضا أن تتصرف مثل هذا التصرف ويسافر وفد دبلوماسي إلى طهران؟ يعني هل السعودية يمكن أن تتحمل مثل رد الفعل المصري؟ يعني بص، أولا ال 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 أنا بكلمك بلسان الشارع وليس بلسان الدبلوماسي. ماشي، السؤال يوجه السعودية مش ليا، إنما أجاوب لك على السؤال بمعنى تساؤل الشارع. علاقتي أنا مع السعودية أو مع إيران، علاقتنا مع إيران في اختلافات جوهرية مش اختلافات على جزئية معينة، إنما دي دول مهمة جدا، كلاهما دول مهمة جدا. نعم، وأنا مختلف مع إيران اختلاف شديد، بس ينبغي ان يكون لك علاقه بها. انما عندما اتحرك لها، اتحرك لها بدراسه ووعي وقرار سيادي، مش كرد فعل او كيدا في طرف اخر. ونفس الشيء حساباتي مع السعوديه، وهي حسابات
جوهرها ايجابي ايجابيه، ما اتخذش اجراء تجاه السعوديه ايجابيا او سلبيا بالعاطفه، انما من منطلق النظره الاستراتيجيه لاهميه هذه الدوله والعلاقه اللي بينها وبيني. هنختلف احيانا. يعني انا اكتر حاجه كانت بتضايقني في كارير الدبلوماسي، نخش اجتماع عربي، اولا كل الاجتماعات العربيه تاريخيه. تاني حاجه ما فيش اجتماع بيتم الا لما نخرج ونعلن تطابق المواقف. ازاي يعني؟ ده اما يكون اغلب المواقف مواقف متفق عليها ده يبقى انجاز عظيم. انما ازاي يكون في مواقف متطابقه؟ تطابق في كل شيء دائما. فنتكلم بصراحه. نتكلم بصراحه. ووضوح، ونتفق على ما نتفق عليه، وندير اختلافاتنا بما لا يدير اي طرف الاخر. مباشره، هل من صالح مصر اقامه علاقات مع ايران؟ بشكل سريع ومباشر كرد فعل؟ لا. وليس كرد فعل. هو ينفع دوله محوريه رئيسيه زي ايران في 1000 وسيله تقعد 40 سنه انت مقاطعها؟ وانا لا ادعو للمقاطعه. ادعو الى حوارات صريحه وحوارات مباشره على الملفات الحساسه اللي بيني من ايران. عمليه انه اقيم العلاقه قبل حل هذه الملفات انا غير موافق على هذا. انما مقاطعة الطرف انا بعترف به موقف غير منطقي. انما كل شيء له حساباته وتوقيته. كقرار مصري مش كقرار بيفرض عليه من طرف اخر ولم يفرض عليه شيء. او حضرتك قلت وزيرا للخارجيه، هل فكرت في فتح خط تواصل بين القاهره وطهران ولا ده قرار سيادي من رئيس الدوله؟ ما فيش فصل بين رئيس الدوله ووزير الخارجيه في النهايه. السياسه واحده. الحوار بيتم بين الاثنين. لا، انا قعدت وزير خارجيه سنه في مرحله صعب. مصر كانت في ظرف صعب، وكان اولوياتنا حمايه الثوره في الاساس واستعاده دورنا، فما كانش الموقف ما كانش دي من اولوياتي في هذه السنه بالتحديد. لو حضرتك كنت اكملت كنت هتطرح على صنع القرار. بس هكمل لك، رغم انها ما كانتش من اولوياتي، انما هذا الموضوع كان محل نقاش بيني وبين السعوديه وبيني وبين المصريين. بينك وبين السعوديه؟ مش على علاقات مصر مع ايران. نعم. على علاقات ايران بالعالم العربي. شوف بقى، رغم ان مش اولوياتي، انما لان بفكر استراتيجيا للمستقبل. ده كده التصرف بواقعيه او الدبلوماسيه الواقعيه. مصالح، هي مصالح. انه لا ينبغي للعالم العربي ان يقاطع ايران. واذا هقاطعه اقاطعه مش بالغضب، اقاطعه باجراء. مش نتقمص واغضب. هستفاد ايه من نتقمص واغضب؟ ما في النهايه دعوا مين انه يتناقش مع موضوع سوريا؟ ايران وتركيا. نعم. اذا من صالح الوطن العربي ان يقيم علاقات مع ايران، ومن صالح ايران من صالح العالم العربي ان يحدد مصلحته فين بالتحديد، وياخذ الاجراء واتجاه طرف او ضد طرف من زاويه هذه المصالح، ليس بالغضب ولا المبالغه ولا العاطفه. فالتقييم استراتيجي للعلاقه هو الشيء المهم، ثم ادير العلاقه. حركات عايز تغيير في العقلية الدبلوماسية في بعض العواصم العربية المهمة. لا، أغير لك كلمة واحدة بس، في كل العواصم العربية المهمة. في كل العواصم العربية. أنا حبيت أكون دبلوماسي، ولكن سعد سفير كان أكثر واقعية. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هسأل ضيفي الكريم وزير خارجية مصر السابق السفير نبيل فهمي، لماذا كان رد الفعل الروسي على مصر على سفيرها في أنقرة باهتا باردا، بينما كان صارخا على حادث الطائرة الروسية في شرم الشيخ. أكتر جملة ممكن أوصف بها العلاقات بالدول العربية اللي احنا ما بقيناش متحدين زي الأول. أكتر جملة في الدول العربية دلوقتي إنهم اسم مش أكتر. احنا كعرب يعني عمرنا ما اتفقنا على شيء، حتى في أحلك الفترات اللي احنا لازم نبقى متحدين فيها. العرب ما بقتش إيد واحدة زي الأول، وبقى في خيانة كتير جدا. والله العرب يعني عمرهم ما هيتفقوا. الدول العربية دلوقتي بقت منشغلة كل واحدة بحالها. زمان كان العرب متحدين، كنت تبص تلاقي العربي بيخاف على العربي، العربي بيغير على العربي، العربي ممكن يموت عشان العربي. كل دولة ما بينها وما بين التانية مشاكل قد كده، كل دولة ما بتحترمش تعهدات مع الدولة التانية. أظن دلوقتي العلاقات بين الدول العربية وبين الأشقاء بالذات يعني متردية للسياسة الحالية. أخبر حضرتك، لأن إحنا طبعا لازم نكون يد واحدة، وطالما إحنا يد واحدة
عمرنا في حاجه تفرقنا ابدا، صرف النظر بقى عن الاختلافات السياسيه، وبقى اهم حاجه ان الزعماء يبصوا للشعوب ما يبصوش للنظام. ان يقتل سفير دوله كبرى زي روسيا، يبقى بالتالي رد فعل روسيا ينبغي ان يكون كبيرا وعنيفا، لكن احنا شفنا رد فعل روسيا على مصرع سفيرها او مقتله في تركيا كان هادئا باردا فاترا، وطلع رئيس روسيا بيقول لك ان هذا الاغتيال تهديد للعلاقات التركية روسيا. هو ايه اللي بيحصل؟ واشمعنى كان رد فعل روسيا على حادثة الطائرة الروسية في مصر عنيفا، ولغوا السياحة ومنعوا الطيران المصري لهناك؟ ايه اللي بيحصل؟ خلينا نتوجه بهذا السؤال الى ضيفي الكريم سعادة السفير نبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق. عندك تفسير؟ عندي تفسير، والحقيقة انا ما بربطش بالاثنين خالص. في الحالة التركية الروسية مش بس قتل السفير، قبل كده حصل الطيارة الحربية في المطار والطيارة الحربية، وحصل عملية إرهابية في مطار اسطنبول، وبعديها بيومين السياحة الروسية عادت إلى إلى تركيا. إذا في عدد من المؤشرات إنه رغم كل المشاكل العلاقة التركية الروسية مستمرة، بل في تحسن. السبب في هذا أمري، أولا هم لم يحملوا الحكومة التركية مسؤولية قتل السفير، اعتبروا رغم انه فرد امن مظبوط، انما اعتبروا انه ده عملية ارهابية او اجرامية. مسألة العملية الارهابية في المطار اعتبروا ان دي عملية ارهابية في المطار ممكن تحصل في اي حتة، زي ما حصلت في في باريس وفي بلجيكا قبل كده. طالما المنظومة الأمنية في المطار سليمة لا ينفي هذا احتمال أن يكون في عمل إرهابي، إنما لابد يكون المنظومة سليمة. في حالة ضرب الطائرة التركوا اعتذروا، وحصل تفاهم سياسي فيما يتعلق بالتعامل مع تركيا، وهذا كان مقابل لإرضاء روسيا. في حالة مصر، حالة مصر المسألة لم يأخذوا موقف سياسي ضد مصر، بس خدوا موقف اقتصادي عنيف. ما انا هقول لك، خدوا موقف كان له تداعيات اقتصاديه. كان لهم تحفظ على اجراءات الامنيه في شرم الشيخ، مطار شرم الشيخ بالتحديد. واعتقد انه مصر استوفت كل الشروط المطلوبه. ورغم ذلك السياحه لم تعد. اللي شفناه في على الاقل في الاعلام اليومين الماضيين. تصريحات مستمره بقالها سنه. واتمنى يعني اذا كان هناك عمل ارهابي، وهذا وارد في اي دوله في العالم، اذا حصل في مصر علينا التصدي له بكل كفاءه ممكنه، ومعالجه اي مشكله موجوده بشكل مباشر، حتى نتصدى لاي محاوله ممارسه ضغوط علينا من طرف اجنبي. انما بصراحه كده الروس حاليا اصدقاء. اصدقاء ازاي؟ انا هقول لك انا كمواطن بقول ازاي. اذا في جزء ان هو حمل المؤسسات الخاصه بالمطار مسؤوليه الامن للحادث، ده اللي حصل من روسيا. انا ما ببررش الموقف، انما ده كان موقفه، في حين انه لم يحمل الطرف التركي هذا خالص، لانه اعتبر انه لا الاجراءات سليمه. احنا عايزين نفهم ما المصلحه الاستراتيجيه العليا ما بين تركيا وما بين روسيا، ولا توجد مثل هذه المصلحه بين روسيا ومصر؟ اولا يعني عشان بس يعني نفرق بين الاثنين، في موضوع فني وفي موضوع مصلحه. موضوع مصلحه بدون شك هو محتاج محتاج تركيا فيما يتعلق بسوريا، وعايز تعاون تركيا لقفل الحدود مع سوريا، محتاج تركيا ايضا حتى فيما يتعلق بالوضع في العراق. نعم. فاذا كان له مصلحه، له مصلحه هناك يعني، وله مصلحه مع مصر على المدى الاطول، واخد بالك؟ الارهاب للاسف موجود في اي حته في العالم، ومهما كانت الاجراءات لا يمنع هذا حدث ارهابي استثنائي. اذا حصل في مصر عمل ارهابي يجب نعلن عن الحدث ونحمل المسؤوليه بشكل مباشر، واذا كان هناك في اي خطا وهذا وارد نصلحه، ما فيش خطا نبقى نحدد الهدف. طب رغم كثره الحوادث الارهابيه في تركيا، روسيا
لم تمنع رعاياها السياح من الذهاب لتركيا. مصر الآن بلد آمن، حتى إن الخارجية الأمريكية نصحت رعاياها بإقامة الكريسماس في مصر. وأنا أتفق معاك إنه هو ما ذكرته منذ لحظات في اعتقادي إن مصر قامت بكل الإجراءات المطلوبة، لكن روسيا لم تعدل أو تغير من قراراتها، ومطلوب منها أنها تعدل. إنما هذا لا علاقة له بأحداث تركيا. يعني أنا بفصل بين الاثنين عشان مش كل شيء نقول إشمعنى هنا وإشمعنى هنا، دي قضايا مختلفة. إنما الروس متأخرين في الاستجابة في اتخاذ موقف إيجابي من استجابتنا في الإجراءات الأمنية. هل يحق المصري هنا إنها يعني إنجاز التعبير إنها تلعب سياسة بشكل أكثر انتهازية مع روسيا؟ هتستفاد إيه؟ هتدور نفسك في إيه؟ هتستفاد إيه؟ وعرق الاتفاق الضبع النووي في مقابل أن تعود السياحة الروسية؟ أول اتفاق الضبع النووي أنت اللي عايزه عشان يولد طاقة، وده اتفاق على مدى طويل، مش مع كل مشكلة هوقف برنامج ومشي برنامج. وبرضو هناك مواقف سياسية وهناك أمور تخليها كده في معزل عن هذه المواقف، لأنك هتوقف كل مراكب السيرة إذا كل ما يحصل مشكلة أعمل هذا وذلك. بصراحة كده يجب نكون صراحاء مع الروس، الإجراءات اتخذت، إذا في إجراء ما اتخذش وروني هو إيه، ولا يجوز إطلاقا أن روسيا تبقى آخر دولة تعيد السياحة إلى مصر بعد الدول الغربية اللي هي كانت واخدة موقف أكثر تشددا، طالما استجابنا واستوفينا الشروط المطلوب. إنما مسألة بقى ده يعني بص معلش الناس بتتضايق، إنما أنا صريح، قصة إن كل العالم بيتأمر عليا دي أنا غير مقتنع بيها. إن في ناس بيتأمروا فعلا فيه، إنما كل الغرب والروس وآسيا بيتأمروا عليا وأفريقيا، مش ليه زعلتهم أنا كلهم دول في إيه؟ يعني مفهوم المؤامرة حضرتك كدبلوماسي كبير ترفضه أو لا ترفضه؟ لا ما برفضوش إطلاقا. مصر عمرها 7000 سنة، ياما كان في مؤامرات وهيكون في لسه مؤامرات تانية. ما ده طبيعي، إنما مش من كل العالم، مش كل العالم يعني مؤامرات من طرف يعني معارض لي بدون شك فيه، وفي من في دول تأمرت عليا داخليا لا شك في ذلك. إنما إنه كل موقف كل مشكلة مع أي طرف أقول عليه مؤامرة مرتبطة لا يعني مش كده يعني لا ينبغي ده إطلاقا. طيب تركيا وقطر، علاقات مصرية مع تركيا وقطر شديدة السوء، يعني ربما الأطراف الثلاثة محتفظين بشعرة معاوية لا يقطعون العلاقات الدبلوماسية. علاقات مع تركيا تم تخفيض مستواها من وقت ما يعني بس لم تقطع العلاقات. لم تقطع، بص بصراحة كده الخلاف مع تركيا اردوغان مش مع تركيا، مع تركيا مع شخص الرئيس، مع تركيا اردوغان بمعنى التيار السياسي الذي يحكم، هو قناعته انه لابد يؤيد التيار السياسي الاسلامي في مختلف انحاء العالم، وان اللي حصل في مصر في 30 يونيو 2013 ده هد المشروع التركي لقياده بعد مرور 3 سنوات على ثوره يونيو، هل لا يزال عند هذه القناعه؟ لا يزال. يوال العلاقات ستظل الى هذا المستوى السيء على مستوى يظل يعني طالما ظل اردوغان حاكما لتركيا. كل شهر شهرين تجد تصريح من مسؤول ايجابي تركي من ايجابي واخره في مشكله، وبعدين تلاقي تصريح من رئيس اردوغان يبدا بمشكله عشان ايه ياكد الموقف ما اتغيرش، واحنا كل شويه نقول ده في تحسن، ثم الله ده اردوغان قال مش هيتحسن الوضع مع تركيا طالما ظل اردوغان، طول ما اردوغان مقتنع بانه التيار السياسي الاسلامي نهايته كانت في مصر ومن ثم المشكله مع مصر. لماذا لم تقطع القاهره علاقتها مع قطر الدوحه وهي دوله تناصبك العداء وتمول عمليات يعني ارهابيه؟ يعني انا سبت الحكومه بقالي دلوقتي 2 سنين تفسيرك ونص. شوف في بعض الاجراءات اتفهم يعني حجية سؤالك ان في اجراءات فيها التجاوز الحقيقة، في نفس الوقت يعني مصر دولة كبيرة
ومش كل شيء بيقطع العلاقة. يعني أنا بصراحة في ممكن أفكر في إجراءات أخرى غير مسألة قطع العلاقة أو عدم قطع العلاقة. وقد تكون قطع العلاقة إذا كنت بتهم قطر بحادث معين الآن، مثل ما جرى في الكنيسة البطرسية، الأمن بيتهم أن التمويل قادم من قطر والتخطيط قادم من قطر لأنها تاوي إرهابيين. التصريح اللي صدر مطلوبين للعدالة عن الخارجية المصرية كان بيقول ان التصريح للأمن انه الشخص ده كان في قطر. فمعلش انا مش هخش فيه، لكن قطر تأوي اشخاص مطلوبين للعدالة المصرية بدون شك. هذا صحيح، يعني هذا صحيح. اذا الاجراء متاح للطلب المصري اذا اراد، انها برضو ممكن ياخد موقف اسحب السفير اعطى العلاقات كموقف سياسي تجاه دولة، وممكن اقرر انه حتى اخد اجراءات اخرى تجاه تلك الدولة. انما وجود السفير مفيد كوسيلة اتصال. طب اديني تفسير ليا كمواطن مصري، هي قطر بالبلدي كده بتعمل كده ليه مع مصر؟ ليه؟ برضو ما هو يعني انا الحين ما احبش اتكلم باسم دولة اخرى. ليه؟ لانه كلم كمصري شيء، يعني دولة عربية مفروض شقيقة، حجم الروابط والمشترك بينك وبينها كبير جدا، كيف تناصبك هذا العداء؟ كل المرات اللي اثرت هذا الموضوع مع مسؤولين قطريين بما فيهم وزير الخارجية القطري السابق محمد بن جاسم، لا اللي بعديه، نعم، خالد العطية، دكتور خالد العطية، نفوا كل هذا. ما تقوليش صدق او مصدق، ما اللي هو اسمع كلامك اصدق. انا بقول لك كل المره، واثرت هذه القضايا مئات المرات في جميع المرات حصل نافي. والمبرر الوحيد، ما عنديش مبرر منطقي الحقيقه. مبرر منطقي عقلاني يحقق مصلحه لقطر ما عنديش، مفيش بأمانة. يعني بتلعب دور بالوكالة؟ ما أشوف يعني ده مش مصلحة قطر. مش كده بقول لك، حتى لو أحط نفسي في موقف قطر على المدى البعيد لا أجد مبرر حقيقي. أصله عداء غير منطقي. يحقق مصلحة لقطر. قد يحقق مصلحة لآخرين، إنما ده مش مصلحة قطر. لكن لا يحقق مصلحة لقطر. ولذلك أنا لا أستطيع تفسير هذا الموقف. وإذا الإجابة يجب تكون من الجانب القطري، إنما كل أقدر أقوله لك إن الموقف المصري من هذه القضية كانت إن أساسه إن مصر دولة عربية كبيرة. طيب، عندك خبر إن الرئيس الأسبق اليمني علي عبد الله صالح زار القاهرة، خبر متناثر. شفته في الإعلام بس ما عنديش معلومات عليه. ما عنديش معلومات، ما أقدرش أقول لك شيء من مواقع قراءة على الإنترنت، يعني ما لغز مفتاح الأزمة أو مفتاح اللغز في اليمن في إيد مين؟ لا، أطراف كثير. الوضع اليمني طول عمره معقد للغاية. معقد. مرحلة ما كانوا منقسمين ثم اتحدوا مرة، حصل موقف. السعودية كانت لها اليد العليا في الملف اليمني. حتى من في الستينات كانت السعودية موجودة، إحنا كنا موجودين. ثم انقسموا ثم انضموا، يعني وفي جماعات صغيرة عديد. ثم حصل اتفاق المجلس التعاون الخليجي كان وراه بين علي عبد الله صالح وتنازع عن السلطة اللي جه بعده. ثم ده كله انهار مع الحوثيين. ففي اطراف كثير حقيقة. اذا ليس طرفا واحدا، وليست السعودية الان هي صاحبة اليد العليا في هذا الملف. لا، بدون شك السعودية تدعم، اصبحت طرف من استقرار الأطراف. استقرار اليمن لانها دولة على حدودها. انما تدخلت في اليمن نتيجه لاحداث داخل اليمن اعتبرتها بتهدد الامن القومي السعودي. نعم. انا بدعو الدول العربيه جميعا ان تنظر للامن القومي في دوائر محدده. ثلاث دوائر محدده. اولا دائره الدول الجيران. نعم. لا يجوز اطلاقا ان الدولة العربية تفاجأ باحداث في دولة مجاورة لها. لا يجوز. لا يجوز. اذا كانت دولة عربية كبرى.
الدائرة الأكبر هي الدولة الدائرة لو أردت الدولة العربية الدائرة العربية دائرة الهوية، والدائرة الثالثة الأمن القومي الوطني والعربي في إطار المجتمع الدولي. إنما لا يجوز إطلاق إنه الدول الكبرى بما فيهم إحنا نفاجأ بأحداث على الحدود غربا أو جنوبا، وبطبيعي لا يجوز إطلاقا لدولة كبرى زي السعودية أن تفاجأ بأحداث في دولة مثل اليمن. مش معنى هذا التدخل المادي أو العسكري والأمني في الدولة، إنما العلاقة اللي بينك وبين جيرانك يجب تكون متشابكة كده. دولة زي أمريكا هي عاملة علاقة النفط مثلا مع كندا والمكسيك، هل كندا والمكسيك بحجم أمريكا؟ لا طبعا، إنما جيرانهم. نعم، فما يحبوش إن يكون في مشاكل مع الدولتين دول. اتفضل. بقى لي دقيقتين، وطالما ذكرت أمريكا، شايف الإدارة الأمريكية الجديدة إزاي فيما يتعلق بملف العلاقات الأمريكية العربية وتحديدا مع مصر؟ حاضر. أولا المنطقة ككل في الشرق الأوسط وأوسع من هذا العالم، سنعود إلى مرحلة الريل بوليتيك، السياسة الواقعية بعيدا على الأيديولوجيات. يعني انتقلنا من الغرب والشيوعية إلى الغرب فقط ويسمى المعادلة الليبرالية الغربية، سنعود الآن إلى مرحلة مصلحتي ومصلحتك فين، بعيدة عن بقى الإدارة الأمريكية الأمريكية والروسية. نعم، كلاهما كل واحد بيدور على مصلحته مش على بعيدا عن أيديولوجيات خالص. وترامب أعلن هذا، قال لك أنا راجل بتاع الصفقات. وأول من حدثهم حلفائه في النيت في حلف الأطلنطي، قال لهم أنتوا عايزين إن أمنكم على عيني وراسي، ادفع بس ادفع. نفس الشيء هنتوقف في الشرق الأوسط، هيجي هو موقفه، وده موقف قريب من مصر، مضاد للإرهاب والتطرف، وهذا شيء إيجابي، فهيدعم أي جهود لمواجهة الإرهاب والتطرف، وسنشهد مزيد من التعاون في هذا. اتكلمنا على العلاقات الأمريكية المصرية بقى. إنما حتما هيجي يقول لك طيب أنا بدعمك، العب أنت بقى الدور الرئيسي العملياتي والمادي في التعامل مع هذه القضايا عندك في المنطقة. فأنا برى إنه العلاقة المصرية الأمريكية هتبدأ في صعود بعد فترة الجفاء 16 سنة تقريبا. تمام، إنما ستواجه بمراحل واقعية. التوجه إيجابي ماشي، طيب أنا مش هطلب منك إنك تيجي تحمي الإرهاب في آسيا ولا في أمريكا اللاتينية، إنما في منطقتك أنا دعمك وأنت تتحرك. فهنا برضو هتحتاج شوية تفاصيل، إنما على الأقل قضية إيجابية. ترامب في نفس الوقت ما هوش طرف مؤيد قوي للمساعدات الخارجية، كرب الأعمال في النهاية عايز يعظم المكسب ويقلل الخسارة. فمسألة إنه يعطي بمنظور استراتيجي أيديولوجي مش في ذهنه، فلازم نثبت دائما إنه في عائد لأمريكا من هذا العطاء، بمعنى كل ما تصعد من دورك الإقليمي كل ما هو يقدر يبرر ليه بيساندك ماديا اقتصاديا، لانك انت شايل عبء في الشرق الاوسط في الاستقرار والامن ما يحتاجش هو يشيله، وهيتفاهم مع روسيا على سوريا، يا اما للحل وده صعب، يا اما لاداره الازمه حتى لا تتفاقم ويكون هناك مواجهه عسكريه بين الاثنين. يعني واعلنها صراحه، قال لك انا هتعامل مع النظام السوري. كان هذا الرجل اكثر واقعيه، فلسفه ما عندوش ايديولوجيه، وقال كده، وحيظل امريكا في الخليج العربي ان ليها مصالح. كيف ستظل امريكا في الخليج العربي، وما يتردد الان ان بريطانيا سترس هذا الدور بعد حضور رئيسه وزراء بريطانيا القمه الخليجيه الاخيره؟ شوف، اولا بريطانيا كانت ولا تزال المنظر السياسي للعلاقه الغربيه مع الخليج، مع عمرهم ما اختفوا، انما هم وزنهم قل في مراحل معينه. المرحلة القادمة أمريكا هتظل في الخليج العربي، إنما هتحمل الخليج العربي تكلفة أمنها بنسب أكبر، وهتحمل الخليج العربي
تكلفة إعادة الإعمار في سوريا إذا حصل اتفاق على سوريا، أو في اليمن إذا حصل اتفاق على اليمن، أو في فلسطين إذا حصل اتفاق على فلسطين. وده ليس عداء للعرب، ده قالها لحلفائه في الأطلنطي. الخلاف الأيديولوجي وهو أساسا خلاف مصلحة، إنما بقى فيه نوع من الحدة بين ترامب مع الصين. نفسنا نراه في العام القادم طبعا، وشفناه على طول بعد انتخابه يومين لما خد المكالمة من رئيس تايوان. وهي ايضا اختلاف مش على الشيوعية، انما اختلاف على انت بتاخد نصيب الاسد في الاتفاقية التجارية، فجاي بتطلب مني مواقف سياسية وبتاخد مني الوظائف وتخلقها عندك. فاذا برضو في النهاية عايز يتفاوض معه. عودة للريل بوليتيك، السياسة الواقعية، وكل طرف عايز يخش في هذه المعادلات يدعم من موقفه، ينشط من دوره ويزيد من اوراقه، ويزيد من اوراقه. في نهاية لقائي انا بوجه الشكر والتحية الى السفير سعادة السفير نبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق، شكرا لحضرتك. شكرا. حلقة انتهت معاكم، اشوفكم بكرة على خير. سلام عليكم.